اهلا بكم من جديد مشاهدينا، والى استعراض اداء اسواق الاسهم الاماراتيه خلال جلسه اليوم. في اخر جلسه تداوليه في هذا الاسبوع، سوق ابو ظبي يغلق عند 9321 نقطه، مرتفعا ب 14%. التداولات اكثر من 173 مليون سهم بقيمه تزيد عن 792 مليون ونصف المليون درهم. الاكثر ارتفاعا اغذيه اليوم 6 دراهم و7 فلوس، الجرافات البحريه قرابه 28 درهم، حياة عن 90 فلس، وبالمز الرياضية 13.5 درهم، والصير للمعدات والتوريدات 5.53 دراهم. أما الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة فآي إت سي هي الأكثر، والتي تستمر في تصدر التداولات بالقيمة 205,600,000 درهم. ألف ظبي أكثر من 90,800,000 درهم، وأبو ظبي التجاري 44,700,000 درهم، مجموعة ملتي بلاي 44 مليون، وفينكس جروب 36 مليون درهم. أما في سوق دبي للأوراق المالية مشاهدينا، فيغلق عند 4280 نقطة، 150 مليون سهم بقيمة تزيد عن 418 مليون درهم كتداولات. الأكثر ارتفاعا إثمار القابضة 22 فلس، اكتتاب 24 فلس، دبي الوطنية 5 دراهم و10 فلوس، أمانات 1.06 درهم، وسوق دبي المالي 1.45 درهم. وأعمار العقارية تتصدر الشركات الأكثر تداولا بالقيمة في سوق دبي عند 91 مليون ونصف مليون درهم. باركن السهم الجديد في سوق دبي 58,700,000 درهم، إعمار للتطوير 44,400,000 درهم، سوق دبي المالي 30 مليون درهم، جي اف اتش 21,700,000 درهم.